الرسالة الأخيرة إلى الدعاة، والله البلد دي ما بتتحمل قاعدة، والله الذي لا إله غيره، وليكن شعار الكل مضى عهد النوم، نوم تاني ماف، تنوم القليل بس تتقوى به وتقوم تشتغل طوالي، تقرأ الكتب، تساهل، تحفظ، تضبط النصوص. على الباطل شغالين وانت نايم ما جايب خبر، معاهد شغالة، دبي جاي شيعي عامل فيها بتاع طريقة، هنا في رفاعة دي بنات الاقتصاد بعضها ينقرأ الاقتصاد، هنا شابات يجنوا، واحد بتاع ركشة قال سكت البيت من المستشفى جبتها دخلتها عليه، قال تل الساعة جات مارقة شايلة لها ورقة، قلت لها ده شنو؟ قالت لي والله الزول لا من بدري وعارفني ولا شنو، في موقف بيناتنا ولا شنو، ما موقف بتاع يعني جاء عالجني ولا كلام زي ده. والورقة دي شنو؟ قالت لي الزول ده اتصل بي قال لي إن دار عريس الورقة دي لما جيت حكى لي، قال لي الورقة دي تقعدي في اللوضة براك، تقلع هدومك تشل وتخطيها في منقد وتقعدي فيها، بيجيك عريس، ده عريس ولا شيطان؟ ده في عريس بيجيبوك دي سفها والله قاعدين في البلد دي، وبطريقتك نحن منكشفن رضيت أبيت ولا تضيع الأعراض وتضيع العقائد. بنات وقعن يا غمرانات جنب كلية التربية يجيبون له ارسم في البيضة وزاته زي السيوسيو، ارسم في البيضة ويعمل في حاجات ويلا قومي يضربها بالسبحة، يلا قومي بعد شوية البيت تبقى في طريقته، وشاب شاب تبقى في طريقته البيت، وتجيو في البيت وبنات وأولاد ولخبطة والجماعة ساكتين باردين. اجوا الصوفية في الساحة انشروا الشرك والكذب على الأئمة والباطل والأحاديث الضعيفة الملفقة وبعضها المكذوب الموضوع، ويدعو إلى الباطل الواضح. انت تمشي مساجد ويشاكلوك، بلد دي نامت عديل. أي واحد فيكم يا مسلمين يا مسلمون الدعوة دي ما تقول حقت والله أنا نورين ده طالما قاعد أنا مرتاح، لا لا لا، اعتبر الكون ده كل الناس دي قلبت دعوة، دي خدتها في رقبتك، لو ما خدتها في رقبتك براك شايل غيرتها ما بتبلغ. لو قعدت فلان جاء فلان ما جاء فلان بكرمات تقيف الدعوة، فلان سجنوه تقيف الدعوة، فلان كذبوا عليه تقيف الدعوة، فلان جنة تقيف الدعوة، ولا تشتغل تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. شباب يا أخي كتار عنسي شباب دي واقفين، والله أنا أكثر ناس الآن في المجلس ده مفرحيني ومكيفيني الشباب دي واقفين أكثر من ساعة الوقفة دي، ديل ما دارين دين نحسبهم والله وحسيبهم. انت نايم اللي بيوصل للناس الدين منه؟ خدعوني يا أخي. الشاب طفش من الدين ليه؟ لأنه فاهم الدين تبقى درويش وتلبس كيف وتعمل كيف، ما فيه الدين الصحيح. الدين الصحيح ده ما فيه أي تشدد، تأكل تشرب تمشي تشرب لبن تأكل باسطة، ما سألناك تتزوج أربع نسوان تاني في شنو؟ ده تشدد؟ والله تمشي تلبس أحسن هدوم ده تشدد؟ تركب أحسن عربية ما في أي مشكلة، تسكن عمارة ما في مشكلة، لا وبعد ده أنا بكون زول دين يا مولانا؟ هاي بتكون لا كيف الكلام ده؟ سليمان كان ملك عليه السلام ما زول دين؟ زول دين. أنت ما إلا تتبهدل وملخبط نفسك وتبوس يد الشيخ ومد لك يده عضيها، احتسب طوالي عضيه طوالي في الأصبع الصغير خليه كورك، لا فكها فكها بس فكها وقول له أنا فكيتك ذاته يلا تخارج، والله يغشك يا أخ فكيه ويغشك ده بيجاي وداك بيغادي يقول لك والله نحن الناس اللي ما جماعتنا ديل منافقين وخوارج، واحد في سنار من الجماعة دي ذاته الحزبيين ديل قال لي وزول مرق برا الجماعة ده ما خارجي، قال ده ما مبتدع، قال لي يعني السنة إلا تبقى مع الجماعة يعني كلها باطل وكلها لغوة، سبلغوا دعوة الله يا ناس، وي والله بتموتوا والذي رفع السماء، وناس كتار دارين الدعوة والله يبكوا بعيونهم، بعضهم الواحد خدت لك راسه في صدرك يبكي يقول لك انتوا كنتوا وين؟ انتوا كنتوا وين؟ والله مشيت جامعة من الجامعات اتكلمت
قبل قريب 5 ولا 6 سنة بعد انتهيت جاتني بنت والله الذي لا إله غيره. قالت لي عليك الله يا وقالت لي شيخي قالت لي عليك الله يا شيخ بس دائرة منك حاجة واحد انت لا تفضل. قالت لي بس أدعو الله يزوجني قالت لي ومشت برا والله الذي لا إله غيره. دي ماله معناه عرفت الحق معناه عرفت انه لا تقعد مع ده ولا تتونس مع ده ولا ده يغشى. الو انا ابوي جاي من ابو ظبي وابو في الملجة بيع في بامبي يغشى لما يوديها محلات تاني كله هوس ولخبته قاعدين في الظلمة اتنين اتنين زي والدبرك ويدعشوشة قاعدين يغش فيها يا سوسو ويا حمودي خربت خلاص مما سارة تبقى سوسو ومحمد يبقى حمودي خربت. ديل بيبلغون دين الله منه شباب في الثانويات واحد تقعد معاه تتكلم يبكي شباب ديل كده عندهم 3 مشاكل يا شهوات يا ما لاقين شغل يا مشاكل أسرية في البيت جوا. والثلاثة دي بعد الله ما بعالجة إلا الدعاة الثانية دي خليها ما بيمرق السوق لكن عشان يقنعوا إنه ما عند الله خير وابقى ويدي أشياء يخليه يترك الشهوات دي ويقف معاه في مشاكله يبلغوا دين الله. شباب يا أخ تلقاهم برا قاعدين تجي تقعد في نصهم سلام عليكم أناس كيف إن شاء الله تمام الحمد لله إنتوا مشكلتكم شنو بدوك أي شيء ولك والله أنا كذي وأنا كذي بعد شوية تدي الحل إيه مش متكيف بعد يومين 3 تلقى في الجامع ده ما بقيت له سبب خير. ناس كتار والله ما بينهم وبين طريق الآخرة والجنة إلا كلمة صادقة بس تمرق من قلوب داعية في خشمه يمرق للناس لكن ساكتين باردين. زول يقول لك والله مولانا الحمد لله الأسبوع في الأسبوع عندي درس 7 يوم درس واحد 7 يوم درس واحد رسولي مش للطائف يا كرعيه يفلقوه والدم وبالليل يمرق من الجوع وتعب ووك 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 بعد الله يقول له ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. تقول له درس واحد في الأسبوع يا أخ درس باقي الأيام المساجد كلها ألفة خش بلغهم دين الله سبحانه وتعالى أمشي ده بلغه تلقى دواعش ناغشهم لما يعرفوا الحق طالما عندك علم وحجة. أمشي ده صوفية بين لهم لما يعرفوا الحق ارجعوا للحق. ديل إخوان مسلمين بين لهم لما يعرفوا الحق. ديل متحزبين مركز عام وصلاح وجمعية وإيه وإيه بين الحق اللي فيه خير بيرجع للحق. داك بيسب الصحابة بين للناس الحق يترك سب يخلي عقيدته صحيحة ويترك سب هؤلاء القوم الذين رضي الله عنهم. بلغوا دعوة الله يا أمة والدعوة دي ما حقت زول انت ذاتك بلغ الدعوة. شغال أستاذ تاع الرياضيات ارسم لنا الخط كر هذا الخط المستقيم وكذي بيجاي في زاوية في النص كذي زاوية حادة وديك بيغادي منفرية وقول لهم كان دارين الله يفرج عليكم أيه بس امسكوا الطريق العديل ده وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا اديهم طوالي. بقيت دكتور أديروا شتتين واحد يكتب لي بنادول وما بعرف راجمات وشنو وشنو والثاني أكتب له ممنوع تدعو غير الله وقطع الحجبات وخلى عقيدتك في الله صحيحة. بيمشي بقراءة يقول لك يا زول الله ده دكتور عديل معناه كلامه صح خلاص كتر خيرك. بقيت مهندس قول له البنيان ده كان الأساس ما نجيض عمارة دي بتقع والدين ده أساس التوحيد ما نجيض توحيدك في ولك لك يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بقيت ميكانيكي قول له النمرة 1 صوفية 2 أخوان مسلمين 3 أنصار سنة 4 ملكلكين ساي 5 كلكم شوتم برا بتاع اللخبطة وأبقى مارك طوالي في شنو تاني تاني في شنو. بقيت نجار ورونا الحاصل أي شيء بلغ دعوة الله. يا أخي بتاع العمار الممتاز شغال بتاع بصفة بتاعنا الغنى شغالين بتاعنا المديح غشوا المسلمين ديل بيجاي حزبيين شغالين وانت لابد راقد بالحق والله الله يسألك والله يسألك. قال عبد الله القصير والذين لا والذي لا يدعو إلى التوحيد فهو ناقص التوحيد فهو ناقص التوحيد لأنه يقر الشرك
أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا نرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا نرزقنا اجتنابه. ونكرر الشكر بعد شكر الله للجميع على حسن الاستماع. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.